تريزيجي نجم مصري جديد يسرق الأضواء من محمد صلاح. فرعون لقب بالمنقذ، يمنح شريان الحياة لفريقه أستون فيلا. هدفان في مرمى كريستال بالاس منحا الفريق الأمل في الهروب من شبح الهبوط، وطرح سؤالاً ملحاً: من الأفضل، تريزيجي أم صلاح؟ هل المقارنة أصلاً في محلها؟ 5 أهداف رصيد ضئيل أمام عدد يسعى به صلاح للحصول على حذاء ذهبي ثالث، لكن هل تعامل كل الأهداف بالمثل؟ وكم يساوي هدف قد ينقذ فريقاً من الهبوط؟ صحيح صلاح حمل كأساً طال انتظارها مع فريقه، لكنه جزء من منظومة متكاملة تألقت في ليفربول، وربما يتخطى منحو تريزيجي فريقه أستون فيلا طوق النجاة من الهبوط مساهمة صلاح في التتويج باللقب.